معاكم اللاعب عبد العزيز الهاجري، وزن تحت 90، نادي الكويت، العب لعبه الجودو. لا والله صارت صدفه، انا كنت بالبيت، دخلني الوالد ان اخوي الكبير كان يلعب، فدخلني مع اخوي ومشيت بالمجال الحمد لله. احنا نبلش تمرين من يوم السبت للخميس، والتمرين ساعتين باليوم، بس هو على حسب يعني، قبل البطوله نبلش نكثف على اللياقه وكذي، بس الايام العاديه تصير تمارين، شو اسمه، تمارين جودو وسهالات. كابتننا كابتن جمال حق فئه الشباب والرجال، هو سالفه النادي والوجبات وكذي هو اختياري مو اجباري باللعبه يعني، بس في لاعبين يكونون طول الموسم يكونون محافظين على نفسهم وعلى وزنهم، ولا في نظام اللاعبين يكونون شو اسمه قبل البطوله باسبوعين ثلاثه يطيحون على الوزن اللي طالبه منهم الكابتن. لعبت في الكويت بطولات وايد وبره خارجين يعني، بس احسن بطوله واحلى بطوله عندي غرب اسيا، خليت فيها المركز الثاني. هو القوانين سهله مو صعبه يعني، اللاعب يقدر يمكن اذا جديد على اللعبه يفهمها باسبوع او اسبوعين قوانين، بس هو يعني قوانينها معتاده يعني، اللي تطيح على نص كتفك نص نقطه، تطيح على ظهرك كامل نقطه كامله تخلص الجيم وخلاص، يخلص الجيم وخلاص يعني، اذا على ظهرك كامل، اذا على نص الكتف يعني اليمين ولا اليسار يكملون اللعب. وفي انه يصير نفس في شو اسمه جولد سكور، اللي هو لما يخلص الوقت يوصلون اللاعبين اي نقطه الثاني يفوز، اي نقطه حق اي لاعب يعني يفوز اللاعب. هو اللعبه فيها يعني كسر خلق، وكل الالعاب يعني في العاب فيها اشياء انه اصابات واشياء خطره، بس هو الموضوع يعني تعود عليه عادي، ما خوف ولا شيء من الكسر والخنق والسوالف هذه يعني، بس فانه يعني باللعبه اذا واحد شو اسمه خذ ايده كسر ولا الخنق اكيد يعني بيسلم او يطلع منها، في حركات تقدر تطلع من الكسر والخنق. هو اللياقه شيء اساسي بكل لعبه، ما تقدر تلعب ولا تلعب حتى القدم والسوالف هذه، لازم تلعب، لازم تكون عندك لياقه عشان تقدر تلعب وتكمل المباراه كامله. بس الجيم وشي سوالف اختياري مو اجباري يعني، عليك انت كلاعب جودو روح جيم او شغله، عندك نادي ساعتين وطول الاسبوع يعني تمرن فيهم، وهذا شو اسمه يعني. بطوله العرب اللي بمصر صارت هذا اخر واحده لعبناها، حققنا فيها المركز الثاني على مستوى العرب بفئه شو اسمه الشباب فرق. والله احنا ما واجهنا فرق صعبه، بس المغرب بالنهائي لعبنا معاهم وفازوا علينا فريق المغرب يعني. هو كل لاعب يطمح انه يكون لاعب منتخب ويشارك برا ويرفع اسم الكويت ويجيب اماكن يعني عالميه، اولمبيات ولا العالم او شغله كذي. طموحي بلعبه الجود وان شاء الله الاولمبيات اوصل ان شاء الله. انا غدوتي باللعبه كابتن جمال، ان تاريخه هو يشهد له يعني الكابتن، فودي اصير نفسه واحسن منه ان شاء الله. وتقدر تنسق بين الدراسه والرياضه بكل يوم، شيء سهل يعني، بس يعني انا انصح شاب ان الكل يكون رياضي يعني، ان الرياضه وايد مفيده حق الجسم وحق اللي قدام عمر بعدين يعني. اسمي خالد محمد، ألعب لعبة الجودو بوزن 90 فئة الشباب. في البداية كنت ألعب ملاكمة بوكس، حسيتها شوية مو ملائمة، فشفت صديق هناك كان يلعب جودو جديد فرحت معه، ومن هنا بدأت مسيرتي في الجودو. في البداية التمرين يومي، بس الجمعة يكون أوف، يكون ساعتين باليوم. التمرين اللي ينعاد مثلا الهرولة وكم تمرين خاص بالجودو، تشكومي، النوازة، الراندري، تمارين خاصة بالجودو. بالنسبة للجودو تحتاج جميع عضلات الجسم، لأنها تركز على كذا عضلة وتحتاج أنك تدش بكذا زاوية وكذا ناحية، فتحتاج جميع عضلات جسمك، ما في عضلة معينة.
مثلا كتف، البطان، رجول، عامة كل العضلات تكون مهمة. بالنسبة للبطولات لعبت دولية ومحلية. بالنسبة للدوليات اللي هي بطولة العربية، آخر بطولة كانت أفضل بطولة بالنسبة لي، لأنها كان فيها تنافس حاد، والحمد لله قدرنا نطلع منها المركز الثاني. بالنسبة لأفضل لاعب واجهته دوليا، كان ما في لاعب محدد، أي من كذا دولة، فما تقدر تحدد. ممكن أنت اليوم تكون ضعيف باتر تكون أقوى، اللاعب اللي معاك ممكن يكون اليوم ضعيف باتر تكون أنت أقوى منه، فعلى حسب. بالنسبة للتغذية والوزن، هي عامل أساسي بأنك تكون لاعب ذو نفس طويل أو تتعب بسرعة. التغذية مهمة، الواحد كثر ما يقدر يعدل أكله وكذي، بس عامة أنا قبل البطولات أحاول كثر ما أقدر أني أكل أكل معين، شيء يحافظ على لياقتي، عشان مع التمارين الفتنس وتمارين اللياقة أتطور أسرع. بالنسبة للتشجيع من أهلي، رقم واحد أمي وأبوي، وثاني شيء أخواني، هم اللي يشجعوني دائما ويحفزوني ويكونوا معي. بالنسبة لطموحي، أبي أكون لاعب أولمبي، ألعب مع أكبر عدد من اللاعبين وأحاول أني أهزمهم. قدوتي كابتن جمال فريد، هو بالنسبة لي أفضل مدرب وأفضل كابتن دربني في مسيرة الجودو. بالنسبة للي يخاف من الإصابات وإنه يتعور بالألعاب القتالية عامة، هي تتعود عليها، مجرد ما أنك تتعلم الأسس أكيد ما راح تتعور، والكابتن أكيد ما راح يخاطر أنه يعورك كذي، وراح يعطيك أول فترة. مجرد أنك تتعلم ويشوفك جاهز أنك تقدر تلعب، راح يعطيك فرصة أنك تلعب وما راح تتعور طول ما الكابتن موجود والأسس معك. علي حسين معي بالنادي، وأكثر لاعب معي بأنه يشجعني وأشجعه ونكون مع بعض، ودائما في بيننا تنافس قوي. بالنسبة للمعسكر، المعسكر له فائدة كبيرة، أنك تكون متفرغ تاما حق الجودو، تتمرن 3 تمارين أو تمرينين باليوم، غير أنك تكون مثلاً مو بالبيت، مثلاً بالدولة اللي أنت فيها تمرن تمرين واحد، ويكون الأجواء صعبة وكذي، مشغول وغير كذي. أما برا تكون متفرغ تام حق الرياضة بالذات الجودو، تمرن 3 تمارين أو تمرينين وتضغط على نفسك وتقسم وقتك، يكون متفرغ تام حق الجودو.